السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم. شخباركم شعلومكم؟ إن شاء الله طيبين. وياكم السيد علوي هادي في الحلقة الخامسة من برنامج دلع كرشة. وكعادتنا حبايبي ننتظر منكم التفاعل الكبير ونشر الحلقة على أوسع نطاق، وخصوصا في جروبات الواتساب. فإذا وصلت ياي هني توقف الحلقة، تنزل تضرب لايك وشير إلى هذا الفيديو، وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات حق يوصل كل جديد من عندنا. ولا تنسى تضيفنا في حساب الانستغرام. ويلا بينا. ويا هلا ويا مرحبا فيكم. سويتون اللايك؟ خلصتون؟ يلا بينا. أطباقنا اليوم مشتهرة إنها تنأكل على وجبة الريوق، وفي هذه الحلقة راح نختار لكم صنفين، الأول البلاليط والثاني الجيمات. طبعا الجيمات خلاص عندي عقب اللي سويناه في برنامج عجنها عجان، خلاص عندي الموضوع في التقييم. هو مو جيمات، شو ثاني؟ والله هاكله مو صمام. المطعم الأول اليوم عندنا مطعم الأمير، أما المطعم الثاني راح يكون مطعم بن عاقول. منافسة شرسة، وراح نشوف منه راح يضبط البلاليط والجيمات أفضل. وخلونا نشوف، وخلونا الحين نبدأ بالطلب من مطعم بن عاقول. وهذا على حظنا في كل حلقة. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. توصيل؟ توصيل ماجد. شكرا. طبعا الحين مطعم بن عاقول ما عنده توصيل، لازم عن طريق برنامج، فخلونا نطلب الحين من مطعم الامير ونشوف ان شاء الله نبدل المطعم او نستمر وياه. السلام عليكم. ويلكم تو الامير. السلام عليكم. السلام عليكم. في توصيل ديليفري؟ معلقنا كذي مو قاعد يعطينا اي رد. I want to order one balalit. One balalit. And one gamat. Okay, sir. How long so it will take? 30 minutes. 30 minutes. Oh, okay. غولة الطلب وياهم. غولة واجد. الحين لازم نطرش لهم اللوكيشن عشان يلا يلا يوصل لنا. قال لنا عقب 30 دقيقة. طبعاً الحين بما أن بن عاقول ما عنده توصيل إلا عن طريق برنامج معين، راح نشيك مطعم مموج، فإذا عنده توصيل ان شاء الله راح نقلب عليه. فخلونا اول شيء نتاكد وكونوا ويانا. طبعا ما قاعدين يردون علينا، فالظاهر بنضطر نرجع لمطعم بن عاقول. هذا عيب المطاعم ويانا، احنا في التوصيل يحتاجون الى شغل واجد في هالناحيه. طبعا ما قاعد يرد علينا، فقاعدين نتناقش بنشوف نروح الى اي مطعم. وطبعا جانا اقتراح ثاني الحين، مطعم لومي. آخر محاولة، إذا ما نجحت راح نرجع إلى مطعم بن عاقول ونطلب منه عن طريق البرنامج اللي خبرونا عنه. خلونا نتصل بمطعم لومي ونشوف إياه. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. Can I make order please? You have a delivery? Yes, we do. Okay. I want one بلاليط. بلاليط. Yes. We don't serve breakfast. اوكي سير. فحبايبنا الظاهر ان راح نطلب عن طريق البرنامج اللي خبرونا عنه بن عاقول ونشوف وياك. وكان يجينا يا شباب اقتراح على اخر لحظه، الارباب بعد مو راضي يمبي ديليفري من المطعم الى هني دايركت. عطنا الرقم. يلا خلونا نشوف. لا الارباب متوتر ما قاعدين يردون علينا. خلاص يا شباب خلاص أيسنا، ما في ولا مطعم يرد علينا مثل مطعم لومي رد وقول لنا إنه ما عنده مال ريوق. يا أخي أنا مزاجي أمبي الحين بلاليط،
كان الساعة 1 الليل، 5 الفجر، 8 الصبح، 4 العصر، أم بملاليط. فالأمر لله. الحين نرجع إلى البرنامج، خلونا نطلب على السريع ونشوف انستغراماتهم. يلا، وجار البحث عن مطعم بديل، مطعم أم العودة. اليوم يا شباب الوضع تعصلق إيانا عدل، يعني ما أدري شو القضية، شو السالفة. قاعدين الحين نحاول يا جولدن شيف، إن شاء الله يرد. هاي قاعد يرد يا شباب. ألو، السلام عليكم. فوزتهم؟ Can I make or do you have delivery? Yes. Yeah, we have delivery. Okay. I want one بلاليط plate. Under name, sir. سيد علوي. Hello. One بلاليط plate with egg, huh? And one gemat. How long it will take? It will take 45 minutes, sir. 45 minutes? Ah, my brother. طبعا يا شباب عقب كل هالغولة والانتظار والتعب، يلا يلا حصلنا مطعم فودز ات هوم، وللأمانة يشكرون، معاملة راقية أفضل من مطعم بن عاقول وغيره. فأشكر إدارة مطعم فودز ات هوم، لأن صراحة الموظف اللي على التلفون كان واجد متساعد وممتاز ومعاملة راقية، شكرا إليه. وقبل ما يوصل الأوردر خلونا الحين نستعرض انستغرامات المطعمين ونشوفهم وياكم. يلا، وقبل ما توصل الاوردرات خلونا الحين نتابع اياكم حسابات الانستغرام ونشوفها شلون، هل هي اكتف او لا. يلا بينا نبحث اولا عن مطعم الامير. دايركت يكون اول واحد طلع لنا في الاختيارات، ناس ما تشوفون. خلينا نشوف الهايلايت، قائمة رمضان، طلبيات خاصة، بوفيهات، بدون ما موجود في المنيو. المنيو غير موجود في الهايلايت. أول نقطة سلبية على مطعم الأمير. خلونا ناخذ جولة سريعة بس طالع. الحساب جيد، في صور، في صور للكستمر، في صور إلى الأكل نفسه، في صور حية إلى الأكل مو بس تصاميم. فبشكل عام الأمانة الحساب ممتاز، تنسيق لا بأس به، الألوان شوي مبلها تناسق أكثر، لكن بشكل عام الحساب من النظرة الأولى تحس أنه مرتب وتمام. يعني عندي بس نقطة واحدة بخصوص صور الكستمر أو الزبائن في المطعم، يفضل أنه يسوي لها قالب معين ويستخدمها على الصور كامل، عشان ما تكون هذه الصور شادة بالنسبة إلى جميع التصاميم الموجودة في الحساب. خلونا نشغل أحد الفيديوهات، هذا آخر فيديو منزل. يحتاجون شغل شوي في الفيديوهات. هذه صورك بس قاعدة تتحرك، موجودة موسيقى. خلنا نشوف الفيديو اللي بعده بنفس الطريقة، هذا حتى ما في صوت أصلا من أساس، ولا الصورة قاعدة تتحرك، فقط الكلام نفس ما تشوفون هو اللي قاعد يتحرك. يعني طبعا نفس ما شفتوني أن الحساب بشكل عام جيد ومرتب، بس يحتاج تنسيق، يحتاج زيادة الفيديوهات، يحتاج من ناحية صور الزبائن إنه يكون إليها قالب خاص حق تتماشى التصميم أو الطابع العام لحساب الإنستغرام، بالإضافة إضافة المنيو في الهايلايت جدا مهم. بشكل عام الحساب اكتف وزين، لكن بعض التنسيقات واللمسات راح ترتقي بالحساب الى الاعلى، وراح يكون جدا شيء مرتب ومهم الى الحساب. خلونا الحين نروح الى حساب مطعم فودز ات هوم ونشوفه وياكم. طبعا اول شيء راح نبحث عنه بالعربي، خلونا نشوف هل موجود فودز ات هوم. دايركت طلع لنا النظره الاولى، خلونا ناخذ نظره سريعه عليه. جيد لكن غير منسق بتاتا، يحتاج تنسيق، هذا فقط من النظرة الأولى. خلونا نشوف شنو موجود في الهايلايت. موجود المنيو وبعض ضيوف الفودز ات هوم المطعم، يعني موجود هذا، ولكن أهم شيء عندي أنا المنيو. خلونا ندخل المنيو. موجود القائمة المقبلات، الأسماء بالأسعار مالها،
بشكل واضح وتقدر تطالعها وتفهم يعني عليها. هني الصورة صايرة شوي أصغر يعني يبلك تدقق عشان تصيد. يلا يلا الاسم هذا وش لو ما الصورة يمكن ما تدري أصلاً وش اللي موجود. هذه المنيو طريقة هذه المنيو اللي بدون صور جيدة لأنها قاعدة تطلع أسماء الوجبات وأسعارهم بشكل أوضح واجد. بالنسبة إلى الهايلايت مال المنيو يحتاج تعديل عاجل بالنسبة إلي. وجود الصور زائد أسماء الوجبات بشكل مريح للعين إني أنا أقدر أعرف إن هذه الوجبة بكم بدون ما أقعد أدقق داخل الصورة نفسها تحتاج تعديل وتجاوب من هالناحية. بالنسبة إلى الحساب نفس ما قاعدين تشوفون إياي ما في قالب معين إلى الصور، ما في تصميم معين، كله تصوير اللي هو كله صور حية إلى الطبخات مالهم، فهذا شيء ممتاز. ولكن الشيء ما قاعد ينسق نفس الحساب، قاعد يظهر الحساب بشكل كنا فلان بن فلان مجود الحساب وقاعد يشتغل عليه، مو شغل احترافي. فهذه النقطة يحتاجون يتابعونها بشكل عام بشكل خاص ورتبونها ويتعاملون يا شركات اعلانات. والامانه بتشوفون رقم كاميرا اكشن هني الاربابيه تقدرون تتواصلون اياهم حق يسوون لكم دعايه ويعدلون لكم حساب الانستغرام بشكل عام. الامانه يحتاج واجد تنسيق. هذه جولتنا في حساب فودز ات هوم. اتمنى هذه الرساله توصل الى اداره المطعم. الاهتمام بحساب الانستغرام جدا مهم، هي الواجهة الأولى حاليا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، هي الوسيلة والواجهة الأولى إلى المطعم. فأتمنى الاهتمام بهذا الشيء، تصميم قالب إلى جميع الصور إلى جميع التصاميم عشان يعطي محتوى متناسق في انستغرام المطعم. أتمنى هذه الرسالة توصل إلى إدارة المطعم وأن تأخذها بشكل جاد جدا. طبعاً هذا محفوظ الأمير. ما شاء الله ما شاء الله. بس ما تشوفون الشيس الباكيجينج ماله صراحة شيء راقي. الشعار فيه المعلومات حسابات الإنستغرام السناب شات الاتصال. فخلونا نفتح ونشوف محتويات الاوردر. ها هذه المطاعم العدله، حاط لك قفشتين شوكتين كل شيء دبل، بالاضافه ان نشوف شلون الباكجينج مال الطلب. هذا اسمه شيء احترافي الباكجينج، اذا تشوف اللي هو البارسل بالاضافه انه محطوط عليه لافتين عليه هاي الورقه انه يعني ازعم انه يكون مو ملموس. هذا بالنسبه لنا البلاليط. وعندنا الشغلة الثانية الجيمات بهاي الشكل ومسكر طبعا. وهذا محتوى التشيز كامل. الاوردرين اللي هو الطلبين اثنينهم ساخنين، خصوصا البلاليط صراحة ساخن عدل يعني اكثر من هذا. هذا شوي مبطل لان الظاهر الجيمات معنكشة الدش او شيء من هالقبيل، فمن كذي جاي شوي في برودة يعني مو ساخن. خلونا الحين ننتظر الاوردر الثاني من مطعم فودز ات هوم. للامانه عقب هالجوع بعد ما تقدر تنتظر. شوف البلاليط والبيض فوق. وصل 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 وصل. هذا فودز ات هوم. الله. يعني الباكجينج مالك انك رايح سوق في سوريا والله في ايران عاطينك اياه. مو المهم الشكل، اهم شيء الطعم. خلونا نشوف نستعرض اياكم محتويات العلبة. دا تلاحظون ايانا القفشات هي الكلينس مسكرين يعني مغلقين، نقطة واجد مهمة خصوصا هي وضع كورونا. نشوف هني الجيمات صاير في بوكس ومسكر اكو هني بستوك تيب او تيب لان البيض موجود هنا. هاي هو البيض مو البيض البلاليط عفوا. وبس هذه محتويات التشيز. شو نسوي الحين؟ نطلع المحتويات كامل. الأمانة التوصيل يعني المطعمين كانوا اثنينهم على الوقت تماما، فتحية إليهم مطعم الأمير
لاحظ ياكم هذه النقطة واجد مهمة لكل المطاعم انه يسوون. اوه الامامة الجيمات ماله يشهي اكثر مع انه قليل من السمسم ماله في قليل لكنه حجم ماله اصغر من اللي هو الامير. لا تلاحظ يانا سيدنا تصور بينهم هذا هني السمسم فيه ازيد وهني اقل لكن كحجم هذا اقل كمية يتراولي نفس الشيء لان هذا اقل فصاير اصغر فصاير بيننا اقل. قليهم على جنب اثنينهم ونجي الى البلالي قوية ريحة البلاليت هني ريحة البيض فايحة عدل. دا تلاحظ يعني السيل الأطباق هذا حاطين فيه كازو الفرق يعني من النظرة الأولى يبين ان هذه البيضة صايرة شوي اسمك لا تلاحظون لا مو اسمك. خلنا نقلبها على بورد بين الفرق سيدنا بين الفرق لا تشوفون من فوق او هذا حق السيد لون البلاليت ان هذا صاير الاصفر العادي التقليدي وهذا البني صاير شكله ف حيرونا الحين خلونا نضوق ونبدي ونشوف أيه الأفضل. بسم الله البلاليط جيد. انا احس ان ناقصنا شويه شكر في طعم غريب ما ادري شلون يعني هذا الاسود يمكن لحين ما انا قادر اصيد شنو طعمه. خلونا الحين نجرب هيا يا بيضه هذا كل شيء البيض يعني تحسه بلاليط وتحسه معكرونه بنفس الوقت لان الحبه نفسها اذا تشوفونها ياي الحبه متينه. شو شلون الحبه نفسها متينه فقاعد يعني قريب من البلاليط وقريب من حبه السباجيتي صاير بين البينين. خلنا ناخذ اياها بيضة ممتاز لكن يعني للأمانة كطعم بلاليق أفضل له مطعم الأمير بكثرة أزمنها. خلونا الحين خليهم على جنب لحين ما وصلنا للتقييم النهائي خلونا نبدي في شو اسمه دي في الجيمات. يلا خلونا نبدي الحين جيمات مطعم الامير وبسم الله خلنا ناخذ واحده من تحت. اوه هذه يابسه صايره اوه هاي الغادي لها شوي شغل كالعاده. شلون سيدنا بالايد إذا تلاحظ إياي جيمات طبعا نفس ما خبرتكم بعد حلقة الجيمات اللي سويتها صار اختصاصي تقييم الجيمات. بسم الله كلش لذيذ
صاير انه هو يعني عليه كبارته انه صاير مقرمش فلذيذ كلش صاير ويا السمسم. خلونا الحين نضوق جيمات مطعم فود ات هوم. خلى بس تبين هني بسم الله. جيد لكن عجينته شوي ثقيلة مو نفس هذا. يعني انا صدق اللي سويته سميكة واجد ديك المرة لكن هذا يعني اقل بشوية بشوي. خلاص سبورت تم تطبخه انا معصبت من العجان كل ما تشيل احسه ما في شيء عجن بس اللي في ايدي حسب ان يعني خبرتي 30 ثانية اللي طافت في العجان نخليها من نص ساعة الى 40 دقيقة. جيمات الامير تمام لا يعلى عليه واجد افضل من جيمات فوزتهم. خلص الكلام دبس. وصلنا وياكم اعزائي المتابعين لاحسن فقره، فقره التقييم واهم فقره عندنا. نبدي وياكم بالمرحله الاولى وهي تجربه المستخدم. بالنسبه لمطعم الامير سهوله الطلب كانت لا باس بها، ما كانت بديك السهوله اللي بسرعه نسوي الطلب. اخذ وعطى يمكن 5 دقائق وياه على التلفون لما كملنا اوردر جيمات واوردر اللي هو البلاليت، فكان شوي تاخير في التلفون فراح ينقصون في هذه النقطه. في هذه النقطه مطعم الامير راح ياخذ ديالنا 3.5 نقطه من 5 نقاط. اما لفوزة هوم راح ينقص بسبه الانستغرام ماله كلش يحتاج تعديل، فراح ياخذ ديالنا 3 نقاط من 5. ونجي وياكم الى النقطة الثانية وهي التوصيل. المطعمين وصلوا في الوقت المحدد من اتصالنا اليهم والوقت اللي اعطونا اياه. المطعمين كانوا اوكي لكن بالنسبة الى مطعم الامير صحيح انه يوفر طريقتين دفع بنفيت بي زائدا الكاش، لكن العامل اللي اجانا ما كان عنده خردة فاضطرينا ان ندفع اليه بنفيت بي وهذا الشيء راح نكسر. اما بالنسبة الى مطعم فوزت هوم كانت للأمانة الخردة شوي 570 بالفلوس يعني طلعها إلينا وكان أوكي في هذه النقطة. مطعم الأمير راح ياخذ إيانا 3.5 نقطة من 5 ومطعم فوزت هوم راح ياخذ إيانا 4 نقاط من 5. وهني أحب أنوه على نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى المطاعم. إذا تشوفون هذا الفيديو نقطة التوصيل جدا مهمة جدا مهمة ما تقدر تغفل عنها، بالعكس انت ما راح تخسر لما توظف لك عاملين او عامل واحد للتوصيل على الاقل الى المناطق المحيطة بك وتستثمر في النقاط الثانية مثلا في برامج اخرى راح توفر اليها هذا الاكل، وانت بهالحالة راح يرتفع السيلز مالك وبها راح تغطي نفقات هذين العاملين وايضا سياراتهم. فنقطة انك تجيب عاملين او عامل واحد للتوصيل جدا مهمة ونتمنى الالتفات لها. مثل حلقة اليوم واجهنا صعوبة كبيرة في ان نحصل مطعم ثاني يوصل الينا الى مقرنا، فنتمنى هذه الرسالة توصل الى اصحاب المطاعم. اما بالنسبة للنقطة الثالثة في تقييمنا وهي الخدمة، مطعم الامير راح ياخذ ايامنا 9 نقاط وراح ينقص درجة بسبب انه اللي هو الملاعق اللي جايبينهم مو مغلفين، بينما مطعم فوزتهم الكلينس ويا الملاعق كانوا مغلفين. ونجي وياكم لافضل فقره وهي الطعم. هني غريب عجيب بالنسبه خلونا نفصلهم الحين. نجي الحين اول شيء الى البلاليت. صراحه التقييم ما تقدر تقيم ايهم افضل. اثنينهم مش ولا بد. الامير افضل بما انه يعني في من ريحه
البلاليط التقليدي، ولكن في طعم يعني ما قدرنا نصيده. ويش ما كان لطيف وكان مخرب، زائدا انه كان ينقص الشكر. البيض كان جيد، مو افضل بيض يعني ينحط على بلاليط. بالنسبة لفود أتس هوم، انا عجبتني فكرة انه يعطينا بلاليط بهذا الشكل، لكن ما احسن او ما اتقن عمله. تقييم صعب بهذا. خلونا نشوف هنا. بالنسبة الى الجيمات، طبعا جيمات الامير بلا شك الافضل بينهم اثنين، الافضل وبمراحل. صحيح ان حجمه كبير لكن عجينته خفيفة، على قولتنا الناس ما نقول انه ينزط زطاط، خصوصا هي السمسم زيادة ويا الدبس صاير يعني محترم وطعمه حلو. بالنسبة الى فودز ات هوم، الجيمات مالهم سيء للأمانة، العجينة واجد ثقيلة، مع ان انا كان عاجبني صغر حجمه، لكن العجينة واجد ثقيلة وفيها خشونة، السمسم قليل والدبس قليل نفس ما تشوفون. يعني اذا بتبين لكم ما في دبس، عكس اللي هو مطعم الامير الدبس كثير صاير في الارضيه. فعدنا هنا على الاقل الغلبه الى مطعم الامير في جانب الجيمر. اما في جانب البلاليط الاثنين يعني راح ينقصون بشده فيها. فخلنا نقسم التقييم 15 درجه 15 درجه. الامير راح ياخذ 13 من 15، اما فوزت هوم في الجيمات راح ياخذ 8 من 15. انجي للبلاليط وهي المعضله الكبرى، ما نبي اظلمهم لكن في نفس الوقت ما نبي اعطيهم يعني فوق حجمهم. بلاليط الامير راح ياخذ ويانا 8 من 15، بلاليط فوزت هوم راح ياخذ ويانا 5 من 15. وصلنا اياكم لنهايه هذه الحلقه، اتمنى استمتعتون ويانا. وسؤال حلقتنا اليوم يقول: اذا جربتون المطعمين هل هم اوكي، واي هو احسن واحد فيهم، وشنو الوجبه المفضله عندكم في كل مطعم؟ شاركونا في التعليقات، ولا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، وفي امان الله. تسمايت اوكيش جيمات. انا سويت الجيمات وجبت العيد، فاقول لهم انا متخصص. فالحين خلونا نتصل ببرنامج ونبدي شفخ في اجله. يلا خلنا نتصل هذا مطعم بند. ليش يشيل التليفون؟ انا مطعم بند بلا تشيله. يلا باي. يلا سيدنا تخلينا بال خل شوف البلاليط والبيض فوق. يو ابو ريان لا بس ويش انا كنت بستخدمهم ما باكل بيدي، واذا بي توني بامد بالقفشه اللي اسمع صوتك. لا وين بالقفشه ايدك من مطعم بن عامر. خلينا ناخذ واحده من النص. سؤال حلقتنا: اذا جربتون حلق، وصلنا وياكم اعزائي المتابعين لأمر.